قال الإقرار بالسجود لغير الله موجود، وهنالك آيات في سورة يوسف وأخرى في خلق سيدنا آدم عندما أمر الملائكة وضح. شفت يا أخواننا كلامي جاكم ولا ما جاكم؟ ده قال الإقرار بالسجود لغير الله موجود، وهنالك آيات في سورة يوسف وأخرى في خلق سيدنا آدم عندما أمر الملائكة وضح. رأيكم شنو في الكلام ده؟ ها؟ ده سجود لغير الله في القرآن. يا أخواننا أنتوا هسي مقتنعين إنه السجود لغير الله ده كفر ولا ما كفر؟ أها رأيكم شنو في الكلام ده؟ لو جاء واحد جاء نصراني قال يا أخواننا أنا دار أخش الإسلام، لكن لو خشيت الإسلام في آيات إنه أمروا بسجود الملائكة لآدم، وأخوة يوسف وأبو سجدوا له ورأى في رؤيا وتحققت، والكلام ده موجود في القرآن، رأيكم شنو كمسلمين؟ الكلام ده يا أخواننا الآن بيستدلوا به الصوفية على سجود لشيوخهم، وده الاستدلال ده باطل. ربنا سبحانه وتعالى نقل هذا الكلام، وده كلام القرطبي وغيره من العلماء، أن هذا السجود سجود تعظيم وليس سجود شنو؟ سجود عبادة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لمنه لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإن كنتم إياه تعبدون هذا فيه تقديم ما حقه التأخير، أي إن كنتم تعبدون إياه، لأن الأصل في اللغة وفي الجمل تقديم الأفعال على بقية الجملة من الفاعل والمفعول إلى آخر. فقال إن كنتم إياه تعبدون، إياه في محل نصب مفعول به، فقدم تعبدون إياه، أصل مفروض تكون تعبدون إياه فأخرت، فدل على أن السجود لا يكون إلا لله. وأما سجود أخوة يوسف فهو من باب سجود التكريم وليس من باب سجود العبادة. قال العلماء وقد نسخ في شرعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ووجه الدلالة من هذا اللفظ لو كنت آمرا، لو هذا في اللغة لناس الناس البرالمة بيكونوا متذكرين كويس، حرف شنو؟ امتناع الامتناع. فامتنع شنو؟ سجود المرأة لزوجها لامتناع أمر الرسول وأمر الشريعة بذلك، لأن السجود لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. فكلام واضح. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.